الحكومة المغربية تمنح إعانة مالية للمغاربة الراغبين في اقتناء سكن رئيسي، تتراوح هذه الإعانة بين 5 ملايين سنتيم و 7 ملايين سنتيم. حدد مشروع مرسوم يرتقب أن تصادق عليه الحكومة شروط وكفايات منح هذه الإعانة. الحكومة ستمنح 5 ملايين سنتيم للراغبين في الحصول على سكن رئيسي، يتراوح ثمنه ما بين أكثر من 30 مليون سنتيم ويقل عن 70 مليون سنتيم. إذا كان السكن الرئيسي المراد اقتناءه يقل عن 30 مليون سنتيم، فإن الإعانة المالية تصل 7 ملايين سنتيم، وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك من إعانة إضافية قدرها 10,000 درهم. سيكون على الشخص الراغب في الاستفادة من إعانة الدولة وضع طلب وفق نموذج تعده وزارة الإسكان عبر منصة إلكترونية، وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكورة داخل أجر أقصى 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداعها، ويقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023. تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق عبر المنصة، ويتم صرف الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير. ويمنح طالب الاستفادة من الإعانة أجل 30 يوماً على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي، ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل قدره 30 يوماً، وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فوراً.